الأفلام البحرية تتحول لحقيقة وحدث سينمائي يحدث على أرض الواقع. حادثة تكررت لعدة مرات في محافظة الغردقة في مصر، ضحايا غير متوقعة للقرش البحري المفترس، وعمليات الإنقاذ باءت بالفشل. سمكة القرش تأكل سائح رئيسي وإصابة 2 آخرين. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسى أن تشترك في القناة لتدعمنا بالاستمرار، وإن أعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. ولنبدأ، انتشر في الساعات القليلة فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة على منصات التواصل المختلفة، والتي يظهر فيها سائح يقال انه يحمل الجنسية الروسية يستغيث باصدقائه الذين يبعدون امطارا عنه عندما قام القرش لمهاجمته، ويقال انه اصاب 2 آخرين من اصدقائه، ما اصاب ذهول ورعب اصدقائه صعوبة وهول المشهد الغير متوقع. فصديقهم كان قد جاء لسياحة في الغردقة لكن لقى حتفه هناك. كما يقال أن الفيديو الذي انتشر كان يحمل جميع معاني الخوف والحزن لما جرى مع صديقهم، وهذا ليس بأول مرة يحدث في سياحة مصر. ففي العام السابق لعام 2022 جرت نفس الحادثة مع روسين أيضا في أكتوبر، وأيضا في عام 2020 جرى تسجيل اعتداء قرش على مرشد سياحي وسائحة أوكرانية ونجلها خلال جولة سياحية عبر لانش بمنطقة رأس محمد بجنوب سيناء، محدثا إصابات بالغة بهم. كما التهمت سمكة قرش قدم شاب مصري في العين السخنة في يونيو لعام 2016 بينما هاجم قرش سائح ألماني بمياه مرسي متسببا في وفاته في مارس من عام 2015. خلال أغسطس لعام 2018 لقى سائح تشيكي مصرعه في هجوم مفاجئ لقرش مفترس عليه. أما عن السؤال الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هل يوجد أسماك قرش في الغردقة؟ إن سمكة قرش الغردقة من فصيلة الحوت، تظهر خلال فصلي الربيع والصيف في شمال وجنوب البحر الأحمر ولا تثير الذعر، حيث تتميز أسماك قرش الحوت بأنها غير مفترسة رغم ضخامة حجمها الذي يصل إلى 12.5 متر، فهي آنفة نوعا ما، وهذا بحسب تصنيف وزيرة البيئة. هذا الفيديو هو ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تصدر أيضا لترند عبر الوطن العربي، علما أن هذا الرجل لم يعرف حتى الآن إذا توفى أم زال حيا. لا تنسى أن تشترك في القناة لتدعمنا بالاستمرار، وإن أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، وشكرا لمشاهدتك.